مساء الخير على حضراتكم. الفيديو ده مختلف جدا. لو انت من نوعية الناس اللي بتحب تقول اللي بيعمل مجهود برافو، فالفيديو ده مناسب جدا انك تقدم تهنئة لواحدة من الستات او البنات اللي رفعت راس كل العرب وشرفتنا، ايناس لقلالش. هقولك ايه حجم الانجاز اللي عملته، ولكن انا عايز الكلام ده يصل لناس نفسها عشان اقول لها برافو وشكرا انك شرفت كل العرب. ما تنساش اشتراك في القناة لو ما اشتركتش، ولايك عشان يصل لاكبر عدد من الناس ونقول لايناس برافو. ايناس لقلالش صاحبة ال 24 سنة في بطولة لاكوستا المقامة في فرنسا عملت انجاز محدش قبلها حققه، وصعب جدا انه يتحقق تاني بعدها في بطولة الدوري الاوروبي. ايناس لقلالش المغربية هي اول امرأة عربية وشمال افريقية تفوز ببطولة الدوري الاوروبي المفتوح للسيدات، اول مرة في التاريخ تحصل. فاذا انت قدام حدث تاريخي مغربي يكتب بالسطر المغربي كأول امرأة مغربية عربية شمال افريقية تحقق هذا الانجاز او تحقق هذا الانجاز، فالموضوع مش سهل، الموضوع محتاج ابتهاج وسعادة وفخر، ومحتاج ان هو يوصل لناس نفسها. ما تبخلش في ان انت توصله وتدعم الفيديو ده ليوصل لناس. تعالوا اقول لكم بقى القصة. اول حاجة، البطولة فازت بها ناس بالجولف، كانت بطولة الجولف. واللي معرفش البطولة دي بتلعب ازاي، البطولة دي مرهقة جدا يا جماعة، مرهقة جدا، بتتلعب على مدار 3 ايام، على مدار 3 ايام، كل يوم بتركز على 18 حفرة. طبعا انتوا عارفين لعبة الجولف، كورة المضرب وتقعد تنشل على الحفر، كل يوم بتنشل في 18 حفرة، 18 حفرة، واكتر واحد يركز في عدد الحفر ويحقق نجاحات كبيرة على مدار 3 ايام هو اللي بيفوز. تخيلت حجم الصعوبات، تخيلت الموضوع قد ايه صعب. 3 ايام 18 حفرة يوميا، محتاج انك تركز. فازت على جميع اللاعبات المتخصصات في هذه البطولة الاوروبيين، فازت على المصنفة العالية جدا الانجليزية ماكلرين، ماكلرين فازت بالمركز الثاني. وفي لعبة الجولف العالم كله عارف مين هي، ماكلرين الانجليزية متخصصة في هذا الشأن وحافظة اللعبة. فإذا البطلة دي حققت في الدورة رقم 32 في بطولة الدوري الأوروبي المفتوح للتنس للجولف، آسف، للسيدات، حققت ايناس لقلالش صاحبة ال 24 سنة إنجاز تاريخي لكل العرب والشمال أفريقيا، بأنها على مدار الثلاث أيام قدرت أنها تفوز بالمركز الأول. خد بالك أنا بقول لك البطولة على مدار 3 أيام، ولكن ايناس لقلالش عملت حاجة ما حدش عارف يعملها، وهي انها من اليوم التاني انفردت بالصدارة، مش من اليوم التالت تم الاحتكام للضربات مثلا، ده هي من اليوم التاني بدأت تفرق. والجولف زي ما جيت قلت لك لعبة صعبة، مين هيعرف يوميا ينشر على 18 حفرة ويعرف يجيب اكبر عدد ان الكرة توصل هناك، الا لما يكون حد عنده موهبة كبيرة جدا وذهن قوي جدا ودماغ صحية جدا وانجاز تاريخي جدا 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 جدا. فين بتوع احنا بنطبل المغرب؟ فين بتوع انتوا بتزودوها؟ ما هذا الانجاز؟ هل هو حاجة سهلة وهيفة ان اسلام علوي طالع يتكلم على سيدة فازت بالجولف؟ هل هي مثلا حاجة عادية؟ ما كل يوم ناس بتكسب في الجولف، مش كل يوم ناس بتكسب في الجولف زي ما انت فاهم، وده رقم تاريخي اتسجل كأول امرأة، انا بتكلم على اول امرأة فازت بهذه البطولة في الوطن العربي، اول امرأة عربية شمال افريقية تفوز بهذه البطولة. انا مش بكلمك على تمثيل مشرف، ولا بكلمك على حاجة عملها اي لاعبة من قبل او ان الحاجة دي متكررة. ايناس لقلالش من مصر ام الدنيا بنقول لك برافو عليكي وسعداء جدا بيكي يا ست الكل، رفعت راس كل العرب وشرفتينا وكتبت المجد بحروف من ذهب وسجلت اسم المغرب عليا ثم اسم الوطن العربي عليا كأول امرأة عربية شمال افريقية تفوز بهذه البطولة، بطولة الدوري الاوروبي للجولف. برافو عليكي وتحية ليكي ومزيد من الفخر والعزة لكل وطن العربي. بنبارك لكل اخواتنا المغاربة على هذه الانجازات المتتالية اللي عام النصر زي ما قلت لكم عام 2022، ربنا يزيدكم وتستمر الافراح وتستمر الانجازات مهما يعني حقد الحاقدين او كاد الكائدين والناس كلها اللي بتغير واللي بتحقد، ربنا يهديهم. ولكن انا عن نفسي كاسلام علوي لما بلاقي نجاح ما اقدرش ان انا اتاخر عليه، خصوصا ان هو يكون حاجه انفراديه او شيء جديد حصل لم يتكرر من قبل. مش بتكلم على حدث متكرر، انا بتكلم على انفراد وتاسيس تاريخ جديد
كأول امرأة عربية شمال إفريقية تفوز بهذه البطولة. تحية كبيرة جدا من مصر أم الدنيا لإيناس لكلالش ولكل المغاربة المحترمين بمبارك لهم على كل اللي بيقدموه للكرة العربية وللرياضة العربية بشكل كامل وعام، ومزيد من الرفع والتألق بإذن الله. تحياتي لكم إسلام علوي، مليون مبروك.